بسم الله الرحمن الرحيم. اللي انا معاكم الدكتور عبد الناصر رفاعي، سنة خمسة، بديكم محاضرة الاورال ميديسين هايبر سنسيتيفيتي على جزئين. هايبر سنسيتيفيتي رياكشن اللي هي الالرجي، طبعا احنا اشارنا اليها في محاضرات الايمونولوجي قبل كده. ايه هي الالرجي؟ الالرجي دي alteration في التيشو رياكشن اوف سيرتن individuals، بعض الناس اللي بيبقى عندهم قابلية يحصل لهم الالرجي من مواد معينة. caused by exposure to an antigen اللي بنسميه allergen. الانتيجين اللي بسبب allergy بنقول عليه allergen that can elicit allergic symptoms. الallergen is an antigen that can elicit IgE. طبعا عارفين ان الallergy الhypersensitivity مرتبطة بالimmunoglobulin E من قبل كده، عارفين وقلنا الميكانيزم بتاعتها وهنعيدها برضو ان شاء الله النهاردة. can elicit IgE production in some individuals. طبعا بعض الناس عندهم allergy لمواد معينة او حاجات معينة، البعض له لحاجات تانية وهكذا. وطبعا الallergy في غاية الاهمية بالنسبة لنا، ومهم في الكيس هيستوري ان احنا نسأل patient عن اذا عنده allergy لأي حاجة، عنده حساسية لأي شيء، والفايل بتاع البيشنت بيكتب على الوش بتاعه من فوق allergic to وفراغ، يتكتب المواد اللي البيشنت allergic لها على الفايل من بره لأهمية الموضوع، ويتحط ليبل أحمر على الفايل ده إن في something important هنا لازم تبص عليه اللي هو الallergy، إنه allergic لكذا. allergic response to an allergen may occur secondary to يا inhalation يا injection حقن يا ingestion بلع أكل حاجات معينة أكل أو شرب or contact with skin. يبقى دي sources اللي من خلالها ممكن تحصل allergy، يا inhalation لحاجة زي السموك مثلا بتاع السيجاريت لو البيشن ده عنده allergy له، أو الانجكشن اتحقن، يا ingestion بلع أكل أو شرب or contact أو طبعا أدوية أو كلام من ده، الانجكشن or contact with skin. prevention of drug allergy، هل نقدر نعمل prevention للallergy؟ طبعا ده استحالة، impossible ان احنا نعمل prevention، انما ممكن نقلل فرصة حدوثه. ازاي؟ but rather to minimize the risk by نمرة واحد careful history، اهم حاجة يتاخد الهيستوري البيشنت، وزي ما قلت من شوية لو عنده allergy لحاجة بيتكتب بوضوح ان عنده allergy لكذا، والبيشنت نقول له قول لأي دكتور تروح له إنك عندك ألرجي للمادة الفلانية من البداية. طيب concerning إيه بقى؟ previous drug reaction لو في drug عمل له قبل كده ألرجي، family history of allergic reaction، لأن لو في family history حد من الأسرة عنده ألرجي لحاجة هو ممكن قوي يبقى عنده تنسي الألرجي للنوع ده برضو. hay fever، أزمة or any allergic reaction for the patient. هنعرف الأمراض دي الأزمة والهي فيفر بعد كده في المحاضرة دي إن شاء الله. taking into consideration cross allergy، يعني بعض الأدوية لها فرمولة متشابهة اللي يعمل allergy التاني ممكن يعمل بنقول عليه cross allergy. patient may be allergic to different drugs that share the same basic structure زي البنسلين والكيفالوسبورينز. يعني لو عنده ألرجي البنسلين ممكن يبقى عنده ألرجي الكيفالوسبورين والعكس. طيب أورال روت is the safest، دايما الحاجة اللي تاخد أورالي بتبقى أأمن وأقل ضرر، في حين انترافينس الحقن بقى انترافينس ده الأخطر روت اللي ممكن لو في ألرجي له يعمل مخاطر كبيرة في الحالة دي. is the most dangerous so avoid intravenous injection as far as possible، تحسبا يكون عنده ألرجي للحاجة اللي بتعملها إنجكشن دي، لأنه لو عنده ألرجي للمادة اللي عملت لها intravenous injection بيبقى الألرجي خطيرة قوي. patient liable to develop allergic reaction should be observed for 30 minutes after parenteral administration. دايما الأحداث بتحصل خلال نص ساعة بعد الإنجكشن، فبنراقبه لمدة نص ساعة. طيب dentist should be equipped to deal with allergic reaction with a suitable medication. دايما في العيادة بيبقى فيه emergency kit، أدوية في العيادة تحسبا للألرجي،
وطبعا في الاكسجين تيوب مجهزه في العياده برضه ومبوت الاكسجين. The patient should be informed about the drug to which he was found to be allergic. بنخبر البيشنت بالدواء اللي عمل له الرج. طيب drugs used in treatment of hypersensitivity allergic reaction اللي لازم تكون في العياده ضمن الامرجنسي كيت في عياده الاسنان. نمره واحد ادرينالين. The first line of treatment in emergency situation as anaphylactic shock اخطر مرض في الالرجي الانافيلاكتيك شوك ده اخطرهم واصعبهم واللي فيتال احيانا. برونكيال ازمة and انجيو ايديما ده بروديوست ايه بقى اللي بيحصل في بالنسبة للادرينالين بيعمل ايه في الحالات دي لو بيشنت عنده حاجة من دول ودينا له ادرينالين انجيكشن. اول حاجة برونكو دايليتور واحنا عايزين نعمل دايلاتيشن للبرونكاي فالادرينالين مهم في كده. فازو كونستريكتور لانه كان حصل فازو دايلاتيشن والبلد هرب في الكابيلاريز والاطراف واحنا مش عايزين ده يحصل. ديكريز كابيلاري برميابيليتي ذاس ريديوس ايديما. طيب دي كلها منافع للادرينالين لما نديه. ان اديشن ات اكس ويذن فيو مينتس على طول بيشتغل الايفكت بتاعه سريع. ليدنج تو انكريز ان بلد بريشر بيزود البلد بريشر ده عايزينه لان كان حصل ديكريز في اثناء الالرجي. And the stimulation of heart muscles, such actions are life-saving, in particular with anaphylactic shock. بالذات اللي هي أخطر حاجة دي. Life-saving يعتبر الأدرينالين في الحالات دي. طب هندي أدرينالين إزاي بقى؟ نص ملي واحد على ألف concentration intramuscular أو subcutaneous. ما ينفعش دي خالص intravenous. Contraindicated إنه إحنا دي intravenous. يعني دي intramuscular يا subcutaneous. نص ملي وبعدين نرجع ندي تاني دي ادمستر نص ملي تاني after 5 minutes if there is no improvement with maximum dose of 1.5 ملي. يعني هندي تلات جرعات بين كل واحد والتاني خمس دقايق طالما البيشن ما فقش. في المرة الاولى نديله التانية بعد خمس دقايق نص ملي برضو ما فقش دي المرة التالتة نص ملي. Never be given intravenous to avoid ventricular fibrillation. وده خطير الventricular fibrillation لو حصل. فندوش خالص intravenous اللي هو الأدرينالين. نم درج تاني كورتوكوستيرويدز. الانديكيشن بتاعه بيعمل ايه؟ Anti-inflammatory, immune suppressant, anti-lymphocytic, cytotoxic in oncology, in the management of allergic disease. وده اللي يهمنا هنا. The immunosuppressive function is mediated via ايه بقى؟ lymphocytopenia ومونوسيتوبينيا لانه بيقلل lymphocytes والmonocytes فده عشان كده immunosuppressive بيقلل immunity. in small dose steroid impair T cell function في small dose while in high dose impair B cell function. طب احنا immune suppression هنا مهم لان immune system هو اللي بيعمل hypersensitivity فلما العمل سبريشن له شوية هيقلل فرصة الهايبرسنسيتيفتي انها تحصل. طبعا احنا مش عايزين يحصل اميون سبريشن بس في الهايبرسنسيتيفتي عايزين نهبطها فبيعمل كده الكورتيكوسترويد بيعمل اميون سبريسيف افكت بالميكانيزم اللي الليمفوسيتوبينيا ومونوسيتوبينيا. طيب كورتيكوسترويدز ار يوسفول ايجنتس ان بوث اميديت اند ديليد هايبرسنسيتيفتي رياكشن مهم في الحالتين. الدراج التالت انتي هيستامينكس من الاسم انه مضاد للهستامين هستامين بس. they are inhibitors to histamine because they block the histamine receptors on the nerve endings. they have no effect on histamine release from the mast cells or basophils. ملوش افكت على الريليز بتاع الهستامين. they are effective antagonist of edema بيمنع الإديمة. Probably due to their blockage of histamine action in the capillary permeability. الهستامين بيعمل capillary permeability فده بيقللها الانتيهستامينك. Antihistaminics are of no value in emergency treatment. ملوش قيمة في حالات الامرجنسي لو حصل hypersensitivity حالة emergency. الانتيهستامينك ما ينفعش كدرج في الحالة دي. ليه؟ وده سؤال مهم كتير بتسألوا فيه. They are slowly acting drug. مش زي الادرينالين، الادرينالين بسرعه الايفكت انما الانتيستامينك سلو ايفكت بطيء.
they antagonize one mediator only اللي هو الهستامين، هو انتي هستامينك بس للهستامين. طيب they restore the vasomotor tone without producing potential vasoconstriction. في الواقع هو ما بيعملش vasoconstriction، انما بيرجع البلاد فيزل للفازوموتور تون بتاعه، يعني حاجه وسيطه ما فيش vasoconstriction بيحصل. بعد ما كان dilated رجعه للفازوموتور تون، انما ما عملش vasoconstriction. والفازوكونستريكشن من الدراج مطلوب عشان يحسن الحالة. Classification of hypersensitivity reaction. تقسيمة الhypersensitivity according to mechanism involved in their production, immediate allergic reaction و delayed allergic reaction. الimmediate فيها كذا نوع subtypes زي ايه. Include types 1 و 2 و 3. The reaction to antigenic stimulation is immediate. سريع جدا. خلال دقايق، واللي هو humoral reaction يعني ما هوش cell mediated related to the formation of and existence of specific antibodies. طبعا لما يكون الموضوع related للproduction of antibodies بنقول عليه humoral، ما هوش cell mediated. humoral يعني ايه؟ يعني ال B cell هي اللي بيحصلها activation تحول لبلازما سيلز اللي بتعمل antibodies. delayed allergic reaction include type 4. The reaction occur after long time، بياخد بعد وقت شوية، موش immediate زي immediate الأولاني. إيه السيل mediated؟ ما هوش humoral. الحالة دي بقى إيه؟ اختلف في حاجتين، إنه أولا بياخد long time، ثانيا ما هوش humoral إنما سيل mediated. antibodies are not involved in this type طبعا لأنه سيل mediated ما هوش humoral. طيب وان أول حاجة نتكلم عنها طيب انا allergic reaction anaphylactic، ده اللي هو ايه الانافيلاكتيك اصعب حاجة. basis of reaction ازاي بيحصل الرياكشن. results in interaction between macrophages T helper cell and B cells. طبعا القصة الشهيرة اللي احنا قلناها قبل كده ولازم تكونوا حافظينها زي اسمكم. الماكروفاجز لما تقابل اللي هي انتيجين بريزنتنج سيل، من ضمن الفانكشن المهمه الماكروفاجز انها انتيجين بريزنتنج سيل بتقدم الانتيجين للتي هيلبر سيل اللي هي المايسترو تي هيلبر، فعشان تشوف التي هيلبر ان في انتيجين هو دخل البودي. فالماكروفاجز لما تقابل انتيجين تعملها فاجوسيتوسيس وبارشال ديسنتجريشن، بتكسره تكسير جزئي مولكيولز او بارتيكلز على السيرفيس بتاعها، على السيرفيس بتاع الماكروفاج، وبتقرب من التي هيلبر سيل توريها البارتيكلز بتاعه الانتيجين وتوريها معاها الميجور هيستو كومباتيبيليتي كومبلكس. بتوري التي هيلبر سيل الاثنين دول، بارتيكلز بتاع الانتيجين والميجور هيستو كومباتيبيليتي كومبلكس اللي هو الاتش ال اي بتاع الشخص ده. التي هيلبر سيل تشوف الاثنين، تتعرف على الانتيجين وتبدأ تدي أوامر. هنا بتدي أمر للبي سيل إن إنها تحصل لها إيه؟ ملتبليكيشن وديفرانشيشن وتتحول إلى بلازما سيل، والبلازما سيل تطلع أنتيبودي سبيسيفيك للأنتيجين ده. ومن هنا دي هيومورال في الحالة دي، لأن الأمر للبي سيلز اللي تتحول لبلازما سيل طلع أنتيبوديز. طب هنا في الهايبر سنسيتيفيتي أنه نوع من الأنتيبودي اللي هيبقى شغال؟ الاي جي اي اللي هو بتاع الهايبر سنسيتيفيتي، يبقى البلازما سيل هتطلع الاي جي اي ايمونوجلوبولين اي باي بلازما سيل. اي جي اي سيركوليتس ان بلاد ستريم اند باينز مور كومنلي ماس سيل. الماس سيل الاي جي اي هيعمل سنسيتايزيشن للماس سيل، والليس كومنلي الايزونوفيل، هو عاده الماسل على درجه بسيطه ايزونوفيل والماكروفاجز. طيب سنسيتايز ذم. نيكست كونتاكت، ده اول كونتاكت، اول ما يحصل كونتاكت. طب لو حصل كونتاكت تاني للالرجي ريزلت ان بايندينج اند كروس لينكينج اوف ذا انتيجين تو ذا اي جي اي اون ذا ماسلز وزينوفيل الماكروفاج and the following mediators will release. في الحالة دي هتبدأ بقى في second contact mediators هتطلع من الماس سيلز. ايه هي بقى؟ هنشوفها دلوقتي. نمرة واحد الهستامين. الاكشن ايه؟ increase capillary permeability، smooth muscle fibers contraction
في للبرونكاي، هيضيق اليومن بتاع البرونكاي في الحاله دي، هيخنق البيشنت، مش عارف النفس مش داخل، وزود كابيلاري بيرميابيليتي يعني هيعمل إديمة في الميوكوزا بتاعت البرونكاي والبرونكيولز، يعني كمان الإديمة وتضييق اليومن، حاجات بتخنق الاثنين. طب في حاجة تالتة كمان هتحصل، سيموليت جاستريك أسيد، اللي يهمنا أكتر هنا البرونكيال والنيزل سيكريشن، كمان لما البرونكيال سيكريشن والنيزل سيكريشن يزيد هيضيق وعاكس التنفس هو كمان تالت ميكانيزم، فده معناها بيخنق البيشنت. الهستامين خطير في الحالة دي، انه يعمل أسمة، صعوبة في التنفس. في كمان ميديوتر هيطلع اراكيدونيك اسيد ميتابولايتس، اراكيدونيك اسيد از ميتابولايز تو بروديوس بروستاجلاندين وليوكوترينز وبليتليت اكتيفيتنج فاكتورز بي اي اف، قلنا الكلام ده في المحاضرة اللي قبل كده برضو. جينيريتد انسنسيتايز سيل فروم ممبرين ليبيد، احنا قلنا ان الممبرين بتاع السيلز في فوسفوليبيد اللي هو بيحصل فيه الميكانيزم اللي احنا قلناها دي، اللي هو ايه الاركيدونيك اسيد ريليز متابولايز تو برودوس بروستاجلاندين وليوكوترينز وبليتليت اكتيفيتنج فاكتور. طيب فولوينج بايندينج ويز سبيسيفيك الرجين، هنشوف المدياتورز دي والايفكت بتاعها. البروستاجلاندين السورس بتاعه ايه؟ النيوتروفيل ايزينوفيل مونوسايت بليتليتس. طب يعمل ايه؟ فازو دايلاتيشن، انكريز فاسكولار بيرميابيليتي، بين، برونكيال ميوكوزا الإديمة. طبعا دي كلها باد افكتس بتساعد في حدوث الالرجيك رياكشن. ليوكوترينز، نيوتروفيلز ماست سيلز بيزوفيلز، اماكن اللي ايه المين سورس بتاعها. الافكت برضو فازو دايلاتيشن، فاسكولار بيرميابيليتي، contraction of smooth muscle fibers بيضيق اليومن، induce adherence chemotaxis mucus hyper secretion bronchial mucosal edema. والplatelet activating factor PAF بيطلع من ايه؟ من الماس سيلز والplatelets. الافكت aggregation of platelets chemotactic to white blood cells vasodilator vasodilatation increase vascular permeability bronchial constriction. دي كلها حاجات تعمل hypersensitivity وbad effect. examples of type 1 allergic reaction او النوع generalized anaphylaxis اللي هو anaphylactic shock، ده البعبع بتاعنا خطير anaphylactic shock. طيب نمرة 2 بي localized anaphylaxis. localized anaphylaxis في كذا نوع منه، لو زي ايه برونكيال ازمه، انجيو اديما، هي فيفر، ارتكاريا. اول نوع generalized anaphylaxis اللي هو anaphylactic shock، ده مرض خطير fatal، اخطر نوع من hypersensitivity reaction، وزي ما انتم شايفين generalized الافكت بتاعه generalized على البودي. الديفينيشن بتاعه is the most dramatic and dangerous reaction that may follow administration of foreign protein or drug in sensitized individuals. واحد عنده hypersensitivity لدرج وخده في صورة injection عادة intravenous، بالذات زي ما قلنا قبل كده اختارهم اللي بيعمل anaphylactic shock. The reaction is acute with simultaneous involvement في الحال التأثير بتاعه. Involvement لإيه بقى؟ cardiovascular system, respiratory system, gastrointestinal tract, skin. طيب the reaction usually starts within 30 minutes خلال 30 دقيقة، احنا قلنا ده دايما الافكت بتاع الالرجي خلال 30 دقيقة، بس هنا برضو ممكن يبقى من كده بكتير maybe 30 seconds نص دقيقة الافكت بتاعه، يعني في الحالة دي ممكن يبقى خلال نص دقيقة في الحال الافكت سريع after injection of a drug بعد الحقن. the quicker the onset the more severe the reaction، لو الانست حصل بسرعة يعني خلال نص دقيقة نتوقع عشان هو فيروس سيفير فيتال. الميكانيزم بتاعه type 1 reaction resulting in generalized vasodilatation of arterioles particularly the mesenteric vessels اللي موجودة في المساريقة mesenteric abdomen and the increased capillary permeability with rapid transduction of plasma through post capillary venules يعمل إديمة
كلينيكال فيتشرز بتاعته، the reaction usually starts within 30 minutes، خلال 30 دقيقة. The quicker the onset تاني the more severe the reaction. Start as إيه؟ Paresthesia، تنميل and edema of the face، coldness of the hands، برودة and feet، الإيدين والرجلين، with تزييق due to bronchospasm. البرونكوسبان برونكاي والبرونكيولز يحصل له سبازم لليومن بتاعها، الاير مش داخل اللنج، ما هوش داخل اللنج، صعوبة، فعشان كده ويز بزيق. In severe cases، في الحالات الخطيرة، rapid severe fall of blood pressure، نقصان شديد في blood pressure بسرعة يحصل. Pallor and sweating، fast steady pulse، loss of consciousness، فقدان الوعي. Later the patient is pulseless، ما فيش بلس. Cyanosis from inadequate oxygenation، death may occur within 5 minutes، المرض خطير. طب هنعمل ايه البيشنت ده، المانجمنت بتاعه لو شفنا بيشنت حصل له كده في العيادة؟ نمرة واحد، lay the patient flat with legs raised، هننيمه فلات على الدنتال شير ونرفع رجلين لأعلى عشان الجرافيتي توصل البلد من الأطراف والرجلين للبرين. حسن الفينوس ريتيرن فروم ذا بودي تو ذا هارت، اللي بالتالي يوصل للبرين، يهمنا البلد يوصل للبرين بسرعة. أدرينالين انجكشن بالميكانيزم اللي احنا عرفناها، الطريقة اللي عرفناها. أكسجين ومونيتورينج اوف فايتال ساينز until an improvement in the patient's status is noted. الفايتال ساينز اللي هي ايه اللي هنبص عليها؟ البلد بريشر، pulse rate، carotid artery، البلس rate هنشوف الكاروتيد artery at least every 5 minutes، كل 5 دقايق. These three steps، position والادرينالين والاكسجين، are the only steps during the life threatening phase، في الحاله اللي ايه الخطره اللي احنا بنراعيها علشان ننقذ البيشن of anaphylactic shock. طب هيدروكورتيزون هنديله، هيدروكورتيزون صوديوم ساكسينيت 200 ملي جرام انترافينس، انتي هيستامينكس برضه هنديله، وكول امبولانس. الحقيقه اول ما نبدا الاجراءات دي بنبلغ حد معانا، كول امبولانس، نادي الاسعاف بسرعه على اساس لو ما وافقش الاسعاف يكون وصل. طيب الانواع الثانيه بقى، لوكالايز انافيلاكسيس او النوع منه برونكيال ازمه. طبعا كتير بنسمع عن الحكايه دي، واحد عنده ازمه مش قادر ياخد نفسه. It's an allergic disease characterized by recurrent attacks of acute breathlessness، مش قادر يتنفس. الميكانيزم بتاعتها، the patient is abnormally sensitive to various substances inhaled or ingested، حساس لحاجات يتنفسها او حاجات يبلعها خلال اكل شرب كده يعني. Allergic reaction result in release of leukotrienes، slow reacting substance اللي SRA، which is the main mediator in bronchial asthma. يبقى ال slow reacting substance main mediator، اوكي، ما هوش الهستامين main mediator. resulting in ايه بقى؟ نمرة واحد، spasm of the smooth muscles of the bronchi، احنا عرفنا الميكانيزم بقى، spasm of the smooth muscles يعني ضيق اليومن بتاع البرونكاي، الباثوي بتاع الاير هيضيق. swelling of the bronchial mucosa، هتبقى سوولن يديما فيها، بالتالي كمان هتضيق اليومن بتاع البرونكاي. اكزوديت اوف ميوكس، الميوكس سكريشن بيزيد، ده كله بيقفل البرونكيال باث واي، بيضيقه خالص. This will interfere with the flow of air during inspiratory and expiration mechanism. كلينيكالي هيكون في صورة ايه؟ sudden onset of short forceful inspiration aided by accessory muscles of respiration. الانسبيريشن استنشاق الهواء بياخد فترة صغيرة short and forceful، بقوة بصعوبة بيعمل الموضوع ده، وبيستعمل accessory muscle. accessory muscles of respiration عادة بيستعمل زي ما عارفين في الفسيولوجي قبل كده مع deep respiration، هنا هيستعملها وshort forceful inspiration. طيب long easily heard wheezing expiration، مع الاكسبيريشن خروج الهواء بياخد وقت طويل في خروج الهواء اخراجه، وفي ويزنج في تزييق في اثناء اخراج الهواء.
expiration is not capable of deflating the chest. في الاكسبيريشن ما بيطلعش كل الهواء اللي في الشيست، بيبقى في هواء في الشيست. Face is pale. Nose, lips and ears are cyanotic. The attack may last from half an hour to several hours. ممكن من نص ساعة لساعات، ياخد ساعات. إذا طال قوي بقى بنسميه إيه؟ Very prolonged attack is called status asthmaticus. كتير بتسألوا فيها الستاتس asthmaticus هي إيه وبتحصل إزاي؟ Treatment stop dental procedure. انت بتعمله شغل في الأساعة، تروح موقف. Check that airway is clear. اطمن ان المسار الهواء سليم، مفيش حاجة خانقة على رقبته، مفيش كرافتة زنقاه، حاجات دي تبحبح كل الحاجات دي. Loosen tight clothes. الملابس اللي مضيقة عليه دي تتفتح شوية، يعني ده كله يساعد في respiration. Permit the patient to sit upright. الأبرايت بوزيشن أحسن له من الريكامبنت بوزيشن في التنفس، فعشان كده نحاول نقعده upright، معتدل الظهر يعني. Ensure that the room is airy and cool. تأكد ان الغرفة العيادة الهواء هاوية، يعني هاوية وبردة، ما تكونش سخنة. The patient may carry self medication. عادة بيبقى في شايل معاه أدوية للحالات دي، الأزمة. وعشان كده مهم البيشنت لأزماتيكاس من الهيستوري، عرفنا أزماتيكاس قبل ما تعمله الدينتال بروسيجور، تقول له هات البخاخ اللي انت بتستعمله في حالة الأزمة وتشيله جنبك قريب من البراكت تيبل، بحيث لو جاله الأزمة تستعمله له على طول، تقول له استعمله. ايروسول كونتيننج ايزوبرينالين اور ادرينالين اور سابلينجوال تابلتس اوف ايزوبرينالين. طيب، 5.5 ملي، 5.5 يعني ملي أدرينالين سبكوتينيس أو إنتراماسكولار. طبعا عرفنا الميكانيزم، هنديله نص ما تحسنش، نديله نص بعد 5 دقايق ما تحسنش، كمان نص بعد 5 دقايق. عادة بيتحسن من السبراي بتاعه، ويمكن ما تحتاجش البروسيجور دي، بس إذا احتاجناه بنديله أوتوماتيك نص ملي أدرينالين احتياطي سبكوتينيس أو إنتراماسكولار. كونترا انديكيتد دي إنترافينس الأدرينالين، اوعى تدي إنترافينس. طيب، antihistaminics are of no value. احنا قلنا الانتيهستامينيك بياخد وقت طويل، وبعدين ما هوش المين ميديتور هنا. Where leukotrienes and not histamine are the important mediator. leukotrienes of reaction. طيب، antihistaminics are slow acting زي ما قلنا، فمش ينفع حالات الامرجنسي. المرض الثاني الهي فيفر، بيقولوا عليها حمى القش. It's a recurrent form of allergy to wind-borne pollen grains. عادة recurrent متكرر، بيحصل للبيشن من الآن لآخر اللي عنده تين الديزيز ده، النوع ده من الالرجي للwind-borne pollen grains، للهواء ما يشيل حبوب اللقاح ويستنشقها، بيحصل له الموضوع ده. عشان كده بيحصل مع بداية تفتح الزهور في الربيع وحبوب اللقاح موجود. certain food، بعض الأكلات or dust، الأتربة والغبار. It's seasonal، موسمي. Common in spring، طبعا مرتبط بحبوب اللقاح بالربيع على طول. And the early summer، بداية الصيف. It appears to have familial predisposition، familial tendency، running in families. الأب الأم عندهم، احتمال الابن يبقى عنده كده. Mechanism، it's due to antigen antibody IgE برضو بتاع الألرجي. Reaction on the surface of mast cell، الميكانيزم اللي احنا حفظناه. With the release of histamine and other mediators in mucous membrane of upper respiratory tract and conjunctiva. Clinical هيبان ايه؟ اكلان في النوز، itching in the nose، ونزل discharge، تنقيط النوز، بتبقى بتنقط drops of water كده، watery nasal discharge. طيب، paroxysm of sneezing and coughing، عمال يعطس وكح على طول شغال، ونزل discharge. conjunctival irritation and lacrimation، تدميع. headache and depression. طيب، هندي البيشن ده نمرة واحد antihistaminics، steroid in refractory cases، desensitization. ايه بقى desensitization؟ antigen is administered on weekly basis at low dose several weeks before pollen season، قبل موعد الربيع حبوب اللقاح. عارفين ان البيشن ده
عنده ألرجي للأنتيجين الفلاني، أو متأكدين إن احنا عارفين من قبل كده إنه عنده لحبوب اللقاح أو كذا النوع ده كذا، يقوم فيه المتخصصين أساتذة المتخصصين بتوع الإيمونولوجي في تريتمنت الحالات دي، بيبقى يدوله دوز صغيرة من الألرجين، صغيرة قوي غير كافية إنها تعمل ألرجي، فهتاخد شوية من الأنتي بوديز الموجودة عنده، وبعد شوية أسبوع يدوله كمان دوز صغيرة قوي تسحب شوية من الأنتي بوديز اللي عنده، ونكررها بحيث نخلص على الأنتي بوديز اللي موجودة عنده في البلد. يجي موسم الربيع إذا تعرض للبولينز حبوب اللقاح مش هتلاقي أنتي بوديز في الجسم عشان تعمل ألرجي، يكون احنا خلصناها قبل كده للدوز الصغيرة اللي غير كافية انها تعمل له ألرجي، عملنا لها ووشنج أب منه، خلصنا البودي منه الأنتي بوديز. فهمتوا الميكانيزم؟ طيب avoid contact with the causative pollen كخط من تريتمنت، احنا نمنع التعرض للكوزاتيف بول. طب ازاي هنمنع الحبوب اللقاح اللي طايره في الهواء دي؟ يقول لك ترافل تو سي شور، روح على شط البحر. طبعا شط البحر في اتجاه مثلا الهواء بيجي من ناحيه الميه، ما هياش شايله حبوب لقاح لان ما قابلتش شجر في السكه، ده جاي لك من البحر، فبالتالي المكان ده هيبقى ما فيهوش حبوب لقاح، هو الميكانيزم من هنا يعني، فبالتالي مش هحصل له ألرجي. طيب النوع اللي تالت أنجيو إديما. إيه هو الأنجيو إديما؟ Rapid development of edema swelling، بيحصل سريع swelling involving إيه بقى؟ skin submucous and submucosal tissues subcutaneous و submucosal tissues in various parts of the body. Clinically rapidly developing edema تحصل سريعة في أقل من نص ساعة، وممكن يعني تقعد لأيام. طب في إيه في الإديمة دي؟ بتبقى الإديمة دي سيفير شديدة في الفيس واللبس، سيركم أورال وسيركم أوكولر حوالين الماوث وحوالين العينين وفي الشين تانج، وممكن تظهر في منطقة الباروتيد. طيب السويلينج ده أبير إيه؟ شكله سموث ديفيوز بينلس، مفيش فيه ارتفاع في الحرارة مصاحبة له، with no change in temperature، وعادة فيه بريوريتس أكلان من الهرش. طيب لو حصل نيزو فارنجيال إديمة وسويلينج في منطقة النيزو فارنجس، المنطقة دي خطيرة لأنها ممكن تعمل سفوكيشن، ممكن تعمل اختناق للبيشن وتعمل له respiration، ما يقدرش البيشنت يعمل respiration، قفلت الباثوي تماما، ودي emergency case لأنها فيتا لو حصل. فنيزوفارينجيال إديمة نراعيها ونراقبها، لو قبل ما تحصل ندخله على طول المستشفى لو لقينا في بدايات لها. الميكانيزم بتاعتها لو antigen antibody reaction في release للهستامين السكين معاه، هيعمل skin rash وويلز. السويلينج ده بيحصل نتيجة ايه؟ فازو دايلاتيشن، بيعمل بالتالي كابيلاري برميابيليتي. الكابيلاري برميابيليتي معناها إديمة، اللي احنا بنقول النت ريزلت إديمة. طيب باي هستامين، المدياتورز بتعمل ده الهستامين وهستامين لايك سابستانسز والسبسيكوان ترانسوديشن اوف بلازما، اللي هي البلازما بتتنقل من البلاد كابيلاريز والفينيولز لي الكونكتيف تيشو فهتعمل إديمة. ان سب كيوتينيوس ان سب ميوكوزا الكونكتيف تيشو of various parts of the body. التريتمنت بتاعها ايه؟ هنحاول نعرف السبب ونتحاشاه. This may be difficult. طيب immediate relief of swelling particularly في منطقة اللارينكس اللي احنا بنخاف منها is involved by subcutaneous injection of adrenaline نص لواحد ملي في واحد على ألف. طيب احنا ممكن ندي نص وبعد خمس دقايق نص وهكذا. طيب less severe attacks can be managed by intramuscular injection of antihistaminics or chlorpheniramine مليت 10 ملي جرام
followed by a adequate oral dose. هندي كورتيكوستيرويدز في سيفير كيسز. لو ده كله فيلد انه يوقف المشكله ويعالج المشكله، هنعمل مش احنا اللي هنعمل، بيتعمل له emergency tracheotomy maybe life saving، عمل فتحه في تراكيه. طبعا الجراحين الانف واذن وحنجره اللي بيعملوها او general surgeons بيعملوها على عشان الحكايه دي بتبقى life saving بالنسبه للارتكاريا. كتير بالنسبة للاسم ده، ده من ضمن برضو الديزيز اللي معانا. definition بتاعه common allergic reaction في السكين varying from small localized papules to extensive drug coalescing erythematous itching black ده more in size. ميكانيزم بتاعه في أدوية وفي أنواع من الفودز وأنواع من البكتيريا اللي هتتفاعل مع الـ IgE على المسل. الـ IgE already settling على المسل من الـ first contact، فدي هتعمل تفاعل مع الـ IgE على المسلز وتبدأ تعمل ريليز للميدياتورز من المسلز اللي هتعمل تعمل دي جرانيوليشن للميدياتورز اللي جوه المسلز، اللي هي ايه؟ الاستامينز، الحاجات اللي هتطلع، واذر ميدياتورز اللي احنا تعرفنا عليها قبل كده. التريتمنت بتاعها ايه؟ ريموفال اوف ذا كوزاتيف فاكتور. عرفنا الكوزاتيف فاكتور على طول نعمل له ريموفال. انتي هيستامينكس، كورتيكوستيرويدز. نشوف السيبتيك فوساي ليه بقى؟ عشان احنا قلنا في بكتيريا ممكن تكون كوزاتيف، فاذا في سيبتيك فوساي موجوده في البودي، وطبعا في دنتال سيبتيك فوساي شهيره زي الايه، زي البريبيكال ابسس، بريدونتال ابسس، انفكتد بريبيكال سيست وهكذا. طيب سينس كرونيك ارتكاريا مي بي ريليتد تو سيبتيك فوكس عشان البكتيريا اللي بنعرف. سكين تيست فور الرجي ان اتوبي تو ديتكت اي جي اي سيركيوليتنج انتي بوديز. ذا سيرم اوف ا سنسيتايزد اتوبيك بيرسون. اتوبيك بيرسون البيرسون اللي ايه عنده تندسي للالرجي دي، that contain IgE اللي فيها IgE is injected subcutaneous into a tissue of a normal person. يعني هناخد السيرم من البيشنت اللي هو عنده النوع ده من الالرجي نحقنه subcutaneous لواحد سليم. The antibody will bind to the mast cells and remain fixed up to 4 ل 5 days في السكن. If the specific allergen to be tested النوع اللي احنا بنختبره then introduced into the same site after 24 hours بعد يوم a localized will develop indicating a positive reaction يبقى ده عنده tendency للنوع ده من الallergen انه يحصله allergy. that skin test اللي احنا بنعمله للشخص عشان نعرف اذا عنده قابلية او لا. thank you very much، وهنكمل ان شاء الله الهايبرسنسيفتي في المحاضرة تانية. مع السلامة.